حبيت تحت البيت هيك اعمل مثل محل صغير يلتقوا الناس خصوصا الستات، نحكي مواضيع حلوه لانه بتعرفي هالايام الزيارات صارت قليله. من هون بلشت الفكره انه اعمل شيء اقدر فوت على المجتمع اكثر. بس اول ما فتحت يعني كلهم يضحكوا علي انه شو عم تعملي، هذا الشيء غريب عم تعمليه بالضيعه وما رح يمشي وما رح ينجح. بس ضليتني هيك لاحقه الانسبيراسيون تبعي. مثل ما في غذاء للجسم في غذاء للروح وللفكر. بلشنا نلتقي ونحضر مواضيع معينه، ندوات، ناس بتحكي، بنلتقي كمان تا ننفتح على الاخر. الغرض والاساس والهدف انه نتعلم دائما لانه المعرفه ما بتخلص. نحن عملنا شيء اسمه نادي الكتاب، صار جروب بحبوا المعرفه، بنعمل معارض، مثلا ست بتحب ترسم بتعرض لوحاتها، بتجيب الكتب تبعك وبتبادلوا كتب، كان في تبادل كثير. قصدت اترك كل شيء مثل ما هو، يعني حتى الطبيعه الشجر فوق بعضهم وهيك، كمان ما منكب، يعني بجرب قد ما في ما كب اشياء حولها، يعني نحن منحول، عرفتي؟ اب سايكلينج يعني. جربت كون قد ما في صادقه مع حالي وضلني اعمل حقق الاشياء اللي انا بحبها بدون ما اطلع بغيري او اتقلد غيري.